ماشي فاهمه؟ فاهمه ولا عايز تاني؟ لا الثانيه. طيب. النقطه اللي تحت اكتبيها بقى. بصي اللي بعديها حطي نقطه ثالثه تبقى ثاء. بخرج لساني فيه. ايوه هي دي. شاطره اكتبيها بقى. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ ايه مبسوطه؟ ناويه تكملي ولا زهقتي؟ هو انا ورايا ايه؟ هيكون وراكي غسيل. هي المدرسه بتاعتك هتفرط في حقها؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. الغساله وصلت اهي. انزل اجيب العلم بتاعت طوبة. يا بنت الايه مبسوطه؟ ايه ده؟ الغساله وصلت؟ ايه ده انت اشتريتي غساله؟ انا احب اغسل غسيل كل البنات. الغساله تغسل وانتوا تنشروا وحق مسحوق علينا كلنا. ولا ضبع المشاريب عندي اعتبرني مغلوب. اهلا بالعطوفه. روح تشرب حاجه ولا مش عايز؟ مش عايز. مالك وشك مقلوب ليه يا صاحبي؟ الفرح ده شكله مش هيعدي على خير. احنا في خاطر يا رجب. والله انا قلت لك كده من الاول. انت اللي ركبت دماغك وطلعت على الرابع. بيدوروا على الفعل. ما يدور الله الفعل مجهول. ابو العروسه عامل مكافاه 50,000 جنيه ليرشدهم مين اللي عمل العمله دي. يا دين النبي 50,000 جنيه؟ ملناش دعوه يا عم. الله يربح. بعتوا ناس ابو رواش عشان يسالوا صيادين التعابين مين اللي اشترى منهم الشهر اللي فات. يا عم ربنا يعطرهم في اللي هم بيدوروا عليه. رجب الموضوع مش زي ما انت فاهم. لا انا فاهم، ولو ما كنتش فاهم ما كنتش هبقى قاعد قدامك حاطط رجل على رجل ومطمن وبطفي سجارتي كده اهو كده اهو. طب طمني بقى عشان قاعد جنبك على خازوق من قلق. خد عندك يا سيدي، انا لا رحت ابو رواش ولا اعرف ابو رواش دي بتطرح ازاي اصلا، ولا اشتريت منها حتى جوز حمام مش جوز تعابين. ها طب والتعابين جت منين؟ من سوق الجمعة اللي في الإمام الشافعي. في هناك تماسيح حلوة قوي لو عايز على فكرة. وأقول لك على حاجة كمان، أنا بعت عيل عطر من صبيان. أمال الصبيان موجودين ليه يا عم عاطف؟ الله طب بس ليه عازمك على عشوة حلوة؟ لا يا عم عارفين أنا النهاردة ربنا يخليك. اصل انا الجماعه بتوعنا عاملين لنا جو رومانسي كده ومحضرين لنا عشوه حلوه كده وبتاع. ربنا بقى يكرمك وتستقر زيي. اصل انا بعيد عنك بقيت اعول. الله الله يحزك يا شيخ. اصب لك كوبايه؟ ما ينفعش، ما اقدرش. ده حتى الاكل ده كله انا ممنوع عنه من ايام ما كنت في المستشفى. الله نقعد معاك بس كده عشان افتح نفسك. دي كوبايه بيره واحده مش هتعمل حاجه. يا ولا بطل زنه. اسمعي مني جني الادوخ. طب انا احكي لك حكايه. البيره ايه؟ مره المنشاوي بيه جوزي الله يرحمه. الله يرحمه. كان طالع اسكندريه في مشوار شغل واصر انه ياخدني معايا. بس انا ما طلبتش منه، حكمان عمري ما كنت اطلب منه حاجه ابدا ولو حتى هموت عليها. يا رجب دي كانت ايام حلوه حلاوه. والايام الحلوه دي انا لسه عايشه فيها لحد دلوقتي. المنشاوي حجز لنا في الاكنده الكبيره اللي على البحر. والاوضه بتاعتنا على البحر الاخرى. افتح الشباك الهواء ايه بتاع البحر ما اقولكش، يطير الستاير والملايات والهدوم وكله كله. بالك انت في ليله من الليالي ما تفهمش طلع في دماغه ليه عشيني في مطعم الاكندا. ويا ريت وما نزلني. ايه اللي حصل؟ فضحته. صب لي كزبيره زيك كده، زيك بالظبط. فضل يقول لي اشربي اشربي. وقبل حتى ما انطى واقول عايزه ولا مش عايزه شربت. وما اقولكش بقى السقف بعيد بعيد. والارض ما فيش ارض. حتى المنشاوي بيه شفت له راس طالعه جنب راسه. انت شفت حاجه؟ دي كانت ليله ليله. وشالوني مرابعه شلبيله كده. طب ما انت عشت ايام حلوه اهو يا ريسه. امال
ولسه عايشه برضو في الايام الحلوه دي. بس ناقصني حاجات كتير قوي يا رجب. ايه اللي ناقصك يا ست الستات؟ ما تعودتش يا اخويا اطلب حاجه من حد حتى لو كنت هموت عليها. يا ست اطلبي اطلبي وشوفي هنفذ ولا لا. وين ما نفذتش ثلاثه بالله العظيمه ابقى رجب المقطف وابقى راجل طاري زي ورقه الخاص. انت مقصر في واجباتك الزوجيه. رياسة ما احنا اتكلمنا قبل كده في الموضوع ده وانت قلتي انك يعني مش حابه الموضوع دوت يعني. ضحكتني كتكني لا ولا فرق. طب وانا قلت حاجه تضحك رياسة؟ يا مداول انت كل حاجه بتفكر في الكلام الفاضي ده، مش دي الواجبات الزوجيه خالص. طب اقمري قشري كده بايدك تفسحني تفرجني دنيا ربنا، هي دي مش برضو واجبات زوجيه؟ دي اهم حاجه في الواجبات الزوجيه يا رجب، دي اساس كل الواجبات الزوجيه. الله. عارف يا رجب يا فرخ، انا بقالي عمري بحاله بشوف الدنيا في التلفزيون، لكن حاسه ان اكيد الدنيا بتاعت ربنا حاجه تانية. طب بص يا رئيسه، مفيش كلام هيتقال بعد اللي انا هقوله. رجب الفرخ لو معرفش يوريكي دنيا ربنا على حق يبقى رجب المقطف. ازاي؟ مسكي من؟ اكسي مسكي؟ ده بنت عفاه وزي على اخواتك خدي عن عاد. اتفضلي يا ست الستات. جلاطي سكبت اللهم صل على النبي. كتر خيرك يا ولي يا رجب. ربنا يخليك ليا. قد كلمتي ولا لا؟ قدها ونص وثلاث ارباع كمان. ودام سهلت عليا الموضوع كده لو ما تتكسفش مني يعني تعرف تخرجني بالنهار؟ يا ست أصيلة اللي يعمل ده بالليل يعمله بالنهار. الله. طب أموريني عايزة تشوفي إيه؟ أوديك الأهرامات؟ أفرجك على أبو الهول؟ أوكلك همبرجر؟ اللي أنت عايزاه. أقولك على حاجة، لو بتحب الكورة أوديك الاستاد من بكرة وهقعدك في المقصورة الرئيسية كمان. جاتك إيه يا راجب؟ لا مش للدرجة دي، ماليش في الكورة وجع القلب ده. أنا بس عاوزاك توديني مشوار مهم بس يكون في عز النهار. إيه؟ عايزة تروح اسكندرية؟ عايز تشوف البحر يا جميل بس أنت؟ بس يا واد اتلم بلا. مش اسكندرية بالظبط، قبل اسكندرية بشوية. تعرف حتة اسمها وادي النطرون؟ ها؟ أنا أسمع عنها بس أنا عمري ما رحت هناك الصراحة. أما نروح المخزن إن شاء الله هرسيك على كل حاجة. بس المهم نكون هناك قبل العصاري. من عندي قبل عندي يا ريس، انت تأموري. يلا يا استاذ اطلع. طب ما ممكن سعادتك تتصل بيه بالتليفون وتعرف منه ايه الاسباب. تليفون ايه يا سعيد؟ مين يقدر يتكلم في التليفونات مع لبنان الايام دي؟ بلده فيها حرب، يوم تسخن ويوم تبرد وكل بيتجسس على كل. الله، امال حضرتك بتتصل بيه ازاي؟ مندوب. هي دي صفقة لحمة ولا فراخ تعملها بالفاكس؟ هل كلها فواتير او حتى عقود؟ حضرتك هتقلقني ليه بس؟ هو في احتمال اللي بشير عز النهارده ما يدفعش مثلا؟ النوع ده في التجاره تاجيل الدفع يعتبر سوء نيه وخروج على القواعد الثابته، ودي حاجه تقلق. على العموم يا فندم يعني المهله مش بعيده. هو قال لك ممكن يدفع بعد قد ايه؟ لا اسبوعين ثلاثه بالكتير، الا اذا كان سيادتك بقى تعرف حاجه عن الراجل دوت تسبب القلق ده كله. ومين قال لك ان الراجل اللي انت قابلته هو بشير عز النهار؟ او ان في شخص من الاصل اسمه بشير عز النهار؟ عشان كده النوع ده من التجاره سلم واستلم او استلم قبل ما تسلم. يا سيادتك مش مطمن خالص. لأن دي أول مرة يتم فيها الخروج على قواعد السبت. والله يا فندم أنا في المهمة دي بالذات كنت مجرد ساعة بريد أروح أستلم الفلوس وأرجع بيها.
الا اذا كان سيادتك بقى كنت عايزنا استنى هناك طول فتره الانتظار لحد ما ارجع بيه. لا لا انت تصرفت كويس قوي. مش بعيد كانوا صفوك باي طريقه وقالوا انهم سلموك الفلوس وبعد ما استلمتها اختفيت وما عرفوش عنك حاجه. للدرجه دي؟ طب حضرتك ناوي تعمل ايه بالظبط؟ مفيش حاجه قدامي غير اني اقبل بالوضع الراهن. صباح الزفت والقطران على دماغك ودماغ اللي جابوك. ايه القلب السود يا استاذه؟ هتعمل لي فيه عبيط ولا مغفل؟ احنا مش في اتفاق بينا ان اي شغل يجي لي انا الاول؟ ايوه في اتفاق والاتفاق ماشي. وحياه امك؟ لا لسانك تطوليه بمزاجك على غيري، بس لازم تعرفي انها ليا اول وليا اخر، يعني اي حرف يمس الكرامه يبقى يفتح الله. انت اديت صور لجورنال السه؟ ما حصلش. افتح الجورنال عشان تعرف انه حصل. اكيد مصور تاني غيري. اه يا كذاب، ده شغلك وانت اللي كاتب الموضوع اللي منشور معاه. طيب اهدي، قصدك على حكايه صوره؟ قصدي على حكايه زفت. اهي زفاف المرعب. ايوه موضوع اللي كذب، مش عايزاه اخالف الاتفاق بصوره. بعلمي وموافقتي. طب اقعدي عشان نعرف نتكلم. انت هتديني اوامر يالا؟ يا استاذه انا عايز حضرتك تهدي عشان اعرف اشرح لك. بصي على الصوره، تعمليها كويس. تورتة واقعة على الأرض، حواليها أربع جرسونات على اتنين نسوان مالهمش لازمة على راجل ملوش هواية، يعني صورة ملهاش لازمة أساسا. بس الصور اللي فيها الناس التقيلة عندك، بذمتك لو صورة زي دي اترمت على مكتبك هتنشريها؟ لا طبعا. يبقى لازمتها بقى إيه الزعبوبة اللي حضرتك عملتيها دي؟ لازمتها إن مستقبلك معايا أنا مش في حتة تانية. أمال بيقولوا عليا الأستاذة ليه؟ عشان علمت ناس كانوا زيك وأقل منك ودلوقتي بقوا كبار، كبار قوي. أنا سمعت الكلام ده من حضرتك قبل كده. ما علينا، نشتغل. الشركة العالمية للتجارة. تاخد الظرف ده باللي فيه وتوصله للأمن. سري وشخصي. المهندس فؤاد لبيب رئيس مجلس الإدارة. بقيت بوسطجي؟ شريك. شريك في ايه بالظبط؟ في المكسب والخسارة. واتطمن لا يمكن يبقى فيه خسارة. طب هتدخليني بكام في المية؟ 30-70. مين 30 ومين 70؟ طب تستعبط؟ انا هاخد 40. ما تنساش ان انا اللي في الصورة وانا اللي شايلة المسؤولية كلها. 40 و60 حلو. يا خوفي منك يا بدران. موافقة. الله، يعني واقفين ورا الباب؟ ازيك يا مسايد؟ الكرونة خرجت ولا ايه؟ هتخرج ازاي من غير ما تاخدك في ايدها؟ امال هي فين؟ نايمه. ده احنا قبل المغرب بشويه هتكون تعبانه. يا وليه سريم متساوي زي الفل، هي فين؟ المدام نايمه في الحمام. حمام؟ لا تتلبس. بترغي مع مين يا مسايد؟ دي مبسوطه يا كروانة. تعالي يا مبسوطه عاوزاكي. تعالي يا مبسوطه ما تتكسفيش، انا لابسه مش عريان. خير يا مدام؟ في ايه؟ مفيش حاجه يا بت، ده تين جاي لي من بلاد النوب. وصفه كانت بتعملها ممثله مشهوره امريكانيه اسمها جريتا جرب، تعرفيها؟ جربوا؟ لا معرفهاش. ولا انا والله، بس هعمل ايه؟ هم قالوا لي بقى كده. لو تسمعي كلامي ولا تشغلي بالك بالموضوع ده، دي ست ام كلثوم كانت بتغني لغايه ما ربنا افتكرها. جرايه مبسوطه. احنا هنضحك على بعض. انا فين والست فين؟ الست فضل حسها زي ما هو لحد ما ربنا افتكرها. انما انا بقى ببيع للناس حاجات تانية بتروح مع الزمن. وبعدين الست بتغني لبني ادمين، انما انا بغني لشويه اوباش.
لا 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 مش اقل من 5 مليون. خلاص نتقابل ونتكلم مع بعض. اوكي اكسلانس، مع السلامه. ايه نهال في ايه؟ اتفضل يا فندم. ايه ده؟ الظرف ده مقفول وجاي لحضرتك بصفه شخصيه وسري للغايه. مجله اسمها زهره الربيع. يا نهال، وانا فاضل زهره الربيع ولا زهره الخريف؟ يا فندم الشاب اللي جاي بالظرف قال ان حضرتك اللي طلبت صور الفرح. صور الفرح. نهال تطلع ايه زهره الربيع دي؟ مجله صالونات يا فندم. ايوه، يعني تخصصها ايه؟ مجله فنيه واجتماعيه وسياحيه، مجله لذيذه يعني. طيب طيب طيب، بعدين هبش في الصور دي. اتفضل. اوكي، يعني اذن حضرتك. اتفضل. الو، مجلة زهرة الربيع، من فضلك ممكن اكلم مدام نجوى كمال؟ قولي لها فؤاد لبيب. ده شرف عظيم ليا يا باشا، والله انا اول ما شفت الصور دي ضغطي عالي عليا وحسيت اني مخنوقه، عشان كده اول حاجه عملتها بعت لك الصور دي على طول. ده تصرف محترم من حضرتك، انا متشكر جدا يا مدام، متشكر جدا. انا هعتبر ده جميل وان شاء الله هرد لحضرتك بالشكل المناسب. ايه بتقولي؟ ايه يا مدام؟ قلت الشغل ما فيهوش جمال يا باشا، وحضرتك رجل اعمال وسيد من يفهم المسائل دي. اللي جاب لي الصور طلب فيهم فلوس كتير، ولو ما كنتش اشتريتهم اكيد كان حيبيعهم لاي جورنال او مجله تانية. والصور زي ما حضرتك شفتها كلها فضايح وقله قيمه لضيوف سعادتك اللي هم كرمت المجتمع وكبار رجال الدوله وستاتهم. كويس ان حضرتك فاهم الكلام ده عشان تعرف تقدر السعر. يا باشا انا اشتريت النيجاتيف عشان امنع نشر الفضايح دي. عاوزه كام؟ 30,000. ألو، أيوة يا باشا، 40,000. العشرة زيادة تمن الإهانة، ما هو مفيش راجل محترم يقفل السكة في وش واحدة ست ليها مكانتها وبتكلمه بكل أدب. قلت إيه يا باشا؟ هو ده الكلام. سلوى، اهلا. تعالي اركبي. ايه ده، هو انت معاك عربيه؟ امال يعني شحتها؟ اركبي. اركب فين؟ انا ما بركبش عربيات حد، واذا كنت عايز الميعاد اللي بينا يتم يبقى تسيب العربيه وتيجي نتمشى على رجلينا. يا سلوى انا عايز اتكلم. خلاص يبقى مع السلامه عشان مروح. سلوى استني، هقفل العربيه واجي اتمشى معاكي. ماشي ماشي. ساكتة ليه؟ ما انت اللي ساكت. هو لازم حد فينا يتكلم. اصل انا بصراحة اول مرة في حياتي اخرج مع حد. ولا حتى حد من زمايلك؟ لا. وده من ايه؟
مش عارفة. تقدر تقول إنه نوع من أنواع الحذر؟ خصوصا يعني إن إحنا عايشين في مجتمع بيشوف إن فكرة الولد والبنت لما يخرجوا مع بعض بيبقى عيب وما يصحش، وإنها ممكن تبقى مقدمة لحاجات تانية كتير. أنت عارف حتى لو أنا مش ده تفكيري يعني، بس بحاول على قد ما أقدر إن أنا ما أجيبش الكلام لنفسي. حيث الموضوع كده يبقى لازم تعرف إن أنا كمان أول مرة أخرج مع واحدة. فعلا؟ فعلا. يعني أنت عايز تفهمني إن أنت أبدا؟ أبدا، اعتبريني خام خالص. صحيح، قبل ما أنسى، إيه موضوع العربية دي؟ جبتها إزاي؟ أنا كنت فاهمة منك يعني إن أحوالك على قدك. يعني دي عربية مهكعة، وبعدين صاحبها مدياني بالتقسيط. أنت عارفة إن شغلتنا محتاجة إنها تنقل كتير والسرعة مطلوبة. بس أنا عايز أعرف عنك، يعني كنت عايز أسألك، يعني عايز تعرف إيه يعني؟ اللي أنت عايزاني أعرفه. تقدر تقول إن ظروفنا واحدة تقريباً يعني. أنا يا سيدي طالبة في كلية الإعلام، وساكنة في شقة صغيرة مع طالبات زيي، ومش من القاهرة أصلاً. أنت منين أصلاً؟ إحنا أصلاً من المحلة، لكن عايشين في الدخيلة. أبويا عامل نسيج وأمي كانت زميلته في نفس المصنع. لكن بعد كده هي تعبت وقعدت في البيت، جالها مرض في صدرها من التلوث. يعني تقدر تقول اني واحده من اهل مصر اللي شاربين مرها. ربنا يشفيها، واضح في كتاباتك. فعلا؟ هو انت بتقرا كتاباتي؟ طبعا. ايه طبعا دي؟ ومالك بتقولها بالحماس ده؟ عشان اول مره شفتك فيها حسيت ان انت هتبقى حاجه مهمه في حياتي. لا حيلك حيلك بقى، ده احنا لسه يا دوبك يعني معرفه سطحيه. دي حتى دي اول مره نتكلم فيها كلام عام. تقوم تقول لي هتبقي حاجه مهمه في حياتي؟ هما بيقولوا يعني الانطباع الاول بيدوم. ايوه طبعا انا معاك، بس انت متسرع جدا. اصل في حاجات حتى لو كانت جواك سيبها شويه، خليها تاخد وقتها لحد ما تتاكد من مشاعرك على الاقل. خلاص يا ستي، اعتبريني اتمنيت امنيه. ماشي يا ستي، اعتبرها امنيه. ده غير ان ظروفي زي ظروفك بالظبط. انت ابوكي شغال في مصنع نسيج، وانا ابويا حلواني. في مصنع برضو؟ لا في البيت. احنا المصنع بتاعنا في البيت، وعندنا عربيه في شارع عمومي، وانا لحد النهارده بقف وراها ابيع بسبوسه. طب ومالك بتقولها وانت مكسور كده؟ مش مكسور ولا حاجه،